قبل وبعد الدم بروك اللي حكينا عليه العازل الاصلي اللي حنزل المقطع كامل تفاصيل العمل شلون اشتغلنا وشلون انطينا للجوينر وشلون انطيناه عام الشتايجر بتمنع التسرب مال المياه اللي يصير على الشتايجر. تحياتي. كلش من تشتغل عازل الاصلي قدام برو شو تسوي؟ لازم هاي المراحل تسوي هذا التنظيف ضروري كلش ما تشتغل نهائيا الى ما تنظف السطح. لا تعالي وش تطلع عندك مشتاق رايح جيبس تدفع يا واس. عندك اهم شيء النظافه قبل هذا قبل الموضوع كل انت لازم تنظف. يلا تنطي الماده اذا اعطيت الماده عفوا على الوسخ كل شيء ما حكينا ما شيء لم يحصل فلازم تنظف ولا تحط الماده العازل الدامبر. هسه حاليا دا ينطل الفواصل القاط الاول دامبروف شكو جوين يترسه كليته براسه يطل الماده براسه للفواصل حتى يعزل عندك 100% وبعدها تطب الروله قاطين ثلاثه لحد ما يختم عندك. هاي بعد ما ترسنا الجوينات حاليا دا ينطل القاط الاول عازل الاصلي دامبروف. هسه حاليا دا ينطل القاط الاول شوف التغطية مالته بعد ما ترسنا الجوينات بننطل القاط الاول دام بروف العازل الاصلح. هذا السطل مالته مال شركة كورجر غشاء قوي سائل عازل للماء وللواجهات الخارجية وللاسطح. نوافيكم فيديوهات اخرى.